عسلامة مسيو. عسلامة. قدم لنا روحك. رفيق البجاوي مهنة حرة وإن شاء الله عيدكم مبروك. عايشك علينا وعليك، مرحبا بك مسيو رفيق. موضوعنا بخصوص الهجرة الغير نظامية اللي قاعدين يسموا فيها عائلات وأطفال. بسم الله الرحمن الرحيم. الهجرة هذه راهي موجودة في العالم أجمع. يهاجروا من أمريكا اللاتينية كما من المكسيك لأمريكا، من كوبا لأمريكا، من أوروبا الشرقية إلى أوروبا الغربية. قبل كانوا يهاجروا من ألمانيا الشرقية إلى ألمانيا الغربية قبل ما ينهار حائط برلين. دونك الهجرة طبيعي، الناس تهاجر من مكان فيه صعوبات اقتصادية إلى مكان نتخيلوا أنه فيه معيشة خير من اللي أنا عندي في بلادي. وزيد إنسان وقت اللي يوصل المرحلة أنه ما عادش تم أمل وما عادش عنده أفاق في البلاد، يقول لك كان هاجر يا طلعت يا هبطت. كان مت في البحر أنا ميت بطبيعتي، كان هاجرت غادي. وزيد بطبيعتها كي تمشي غادي العباد رات وثم شكون تفرجوا في بعضهم اللي صفاري الأمور وتحسنت أموره. دونك الموضوع متاع الهجرة من قبل موجود، تفاقم نظرا للوضع الاقتصادي الصعب اللي عاشته تونس. وسهل ياسر باش نلصقوها في العشرية السوداء ونقعدوا توا عام ونص وعامين ما نعملوا حتى شيء، وندزوا في العشرية السوداء ونقعدوا نشغلوا في الناس. هنا فلان قال وشدينا فلان واعتقل فلان وسكرنا فلان وحلينا وسكرنا وجمدنا وما عملنا شيء. مسيو الهجرة الغير نظامية قبل العشرية السوداء معناها ظاهرة من قبل هذه، أما جوست تفيق من التوا. أنا قلت لك موجودة في العالم أجمع. أنا أعطيتك مثال المكسيك، أمريكا حتى فين ترامب مش عملها مك الحائط. حتى في الأراضي الفلسطينية المحتلة ثم شكون من عرب الفلسطيني يمشيوا لدولة إسرائيل باش يعملوا مك الحائط العازل. يعني موجودة من أول الدنيا من المكان اللي فيه صعوبات اقتصادية أمكن نتخيلوا فيهم الوضع خير. قلت لي حاجة أخرى، إنه الشاب التونسي يقول لك أنا ميت في البحر وإلا ميت في بلادي. المعروف إنه الروح عزيزة هكا ولا؟ أغزر بنتي لا يوريك ما نتمنى لكش الوضعيات، أما وقت اللي أنت تحس اللي وصلت عمر مش أنت اسم الله عليك نحبش غيرك نحس اللي وصل لعمر معين وخصوصا ما عاش عنده أمل. بابا كمان ما نزموش ننكره من 14 جانفي والتوق العباد عملت تأملت في ناس معينين انتخبوهم وتخيلوا باش تتحسن الأمور وما تحسنتش. عباد بعد خنهار 25 جويلة في الليل خردوا وزغرتوا وعد تخيلوا وتهيئوا ان اللي جانا المخلص والمهدي المنتظر اللي سيد رئيس الدولة مش ينحي الفساد و عنا طوب رسك عميل ما رينا شيء وصفوها تتصلح ولا ما تتصلحش. دونك وقت اللي انت هو غيرك سامحني وقت اللي المواطن مهما يكون عمره يرى الصعوبات مهما تكون نفس عزيزة يقول لك أنا نقمر ولعل تخطف. أيوه هل هي حل معناها حتى لو كان خطف توصل ومن بعد؟ من بعد شو نقول لك، هو من بعد بالنسبة لي هو يقول لك أنا ما عندي حتى أفاق نجرب ديما عندنا النسيان أوروبا خير، وهي أوروبا خير أولا أكبر وزيد البرة ثم مجالات وثم شكون مش يستقطبك فين تحب أنت معناتها فين سمحني فين يحبوه فهمت؟ ينجم يستقطبوه في المخدرات او في اي حاجه. دونك البيبان محلوله وينجم حتى الارهاب وغيره وغيره وغيره. دونك المجالات تكون محلوله غادي اكثر من هنا يقول لك انا لعل معناها الطريق الاسهل هو الريسك ناخذ ريسك. يقول لك نحكيوا على عبد ما عندوش اختصاص ماهوش قاري ما عندوش لغه لا وما عندوش خدمه هنا وما عندوش خدمه واضحه وما عندوش عنده حتى امل. خصوصا انقطع الامل في الشعب التونسي، الامل ما عادش ثم امل كبير، معناتها حاله احباط كبيره وحاله ياس كبيره. علاش؟ خاطر كل مره يعمل على ناس باش كل ما يجوا ناس يعمل هاو باش تتصلح هاو باش تصلح والامور ماشي تتفاقم ما تصلحتش. وخصوصا اسكو مش تتصلح ولا مش تتصلح؟ ربما انا لو كان جيت قدامي مثلا استراتيجيه معينه واضحه ممكن تتصلح مع الوقت، اما هو حاله ياس بالنسبه لي هو ما عادش ثم حتى امل باش تصلح. يقول لك ناخذ ريسك مهما تكون النفس عزيز ناخذ ريسك. كيفاش ينجم الولي اليوم يقنع ولده معناها باش ما عادش يخمم في الهجره الغير نظاميه؟ الولي ما عادش عنده حتى شيء، ما تجم تقنع ولدك. زمن الكلام والخطابات الرنانه مش هتروح حياته، زمن الخطابات وسوف وساع مش هتروح حياتها. زمن لك الشعبويه بتاع عبد الناصر يخطب وصدام حسين يخطب وحبوب بورقيبه يخطب، لا زمن الخطابات مشى.
دونك الولي ما عنده ما يقنع. ينجم الولد يتلفت البو ويقول له يا بابا انت ما شاورتنيش قبل ما تجيبني. ينجم يقول له بابا انت ما شاورتنيش وتجيب فيا الواش. فاش تقنع ولدك؟ شنو اللي عندي يقول لك؟ دونك القضيه ما عادش قضيه ولي. قضيه الصلاح وضع كامل. الصلاح وضع كامل وقت اللي انا نرى بوادر اصلاح حتى كما نقولوا بالشقاقه بالطريف بالطريف. وقت اللي انا نرى بوادر اصلاح نرى برنامج نتاع اصلاح ينجم يعطي مفعوله حتى على المدى الطويل. العباد ما رات حتى شيء، حتى بادره، حتى طرف بادره نتاع اصلاح ما راتش. حتى نقولوا ننطلقوا من توا نعملوا هكا. بينما انت في تونس تنجم، لا 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 مش صعيبه. في تونس يقف أعلى قمة في الدولة ويقول أنا في تونس عندي 5 مليون إكتار أراضي خصبة، 3/4 مهملة. أك 3/4 يا شعب تونس شبان وشاباتكم ذكور وإناثا تشمروا على يديكم بتخدم الفلاح. هو حل ما قال حد. ثم شكون في التلفزة قال أنت كنت تعرف اللي في تونس عندك 5 مليون إكتار أراضي خصبة؟ أنت كنت تعرف اللي 3/4 مهملة؟ هاني قلت لك حتى بقالها. اما ايل سوفي يقول واحد برنامجنا كما عملت الصين الشعبيه موت سيتونك، سوريا ايامات السبعينيات القائد حافظ الاسد، واضح. هل الشباب اليوم مستعد انه يخدم الفلاحه في تونس؟ يخدم كي يلقى خطاب يخدم. سوريا عمرها ما مشات لصندوق النقد الدولي، ما خذت حتى قرض في حياتها. سوريا في السبعينيات ايامات حزب البعث مش ببليسيتي حافظ الاسد، اما واقع عشت انا عمري 59 عشت ايامات وقت سوريا. خذات قرار مش نعمل على روحي فلاحتي وما نجيب حتى شيء من برا ونسكر. دونك تنجم انت رئيس الدوله يقف يقول يا شعب تونس باش نتلاهوا بالفلاحه نتاعنا، عندنا 5 مليون اكتار نتلاهوا بهم وما عادش نجيبوا حتى شيء من برا ونعمل رواحنا وننطلقوا من توا. وعفى الله عما سلف. الرسول عليه الصلاه والسلام كي دخل مكه اش قال؟ اذهبوا انتم الطلقاء نبداوا من جديد. يلسفي يقف واحد في اعلى قمه يقول يا شعب تونس ابدا من اللحظه هذه نربيت المشي زفر. ابدا من اللحظه هذه اللي فات مات وما عادش نحكيو على الماضي. لا عاد نحكيو لا عشريه سوداء ولا عشريه جري ولا عشريه ما عادش نحكيو فيها وما عادش نحكيو لا فلان لا فلتان ولا لاني باش نقعد نحاسب حد شيء ولا اني باش نحبس لا فلان لا فلتان هذاك الكل نحيه ولا باش نقعد لاهي بالتصفير الى سوريا ولا باش نقعد لاهي بالارهاب وبلف الارهاب والشهيدين اكل لوبان باش نقعد لك القوا فيها هذاك الكل تلك ليك. لا انا ما عادش نحكي فيها. ننطلق من الصفر من توا. شعب عمر روحك نخدموا فلاحتنا وما عادش نجيبوا حتى شيء من برا ونصنعوا صبابتنا بيدينا. ثم رئيس قال مصر تصنع غذائها ودوائها وسلاحها. عملوا لك انقلب. خلي لك الكلمه الاخيره مسيو. تونس تصنع دوائها وتصنع غذائها وتصنع سلاحها وتعمر على روحها. انت عندك كليه الصيدله تاع المستير عمرها 50-60 سنة ما صنعت حتى دواء. عمر على روحك لا أكثر ولا أقل. وآخر كلمة نقولها لك نثق في الله لا أكثر ولا أقل. يعطيك صحة.